على اختلاف المذاهب الأربع السنية المنتشرة عبر العالم، تتباين الطقوس والممارسات بين المسلمين، وتختلف من منطقة لأخرى حسب خصوصية وتاريخ المنطقة. منهم من اتخذ المعتقدات والأعراف المتوارثة عن الأجداد منذ قرون من الزمن خطى لهم، ومنهم من كان الجهل نصيبه فلم يعرف أي الطرق أقرب إلى الله وإلى عبادته، فوصل ببعضهم إلى حد الاعتقاد إلى أن ولي الله الصالح له قدرات وكرامات تزيح عنهم الكرب ومشاكلهم اليومية التي تؤرقهم رغم أنه في عداد الموتى. تلفزيون النهار وقف على ظاهرة التبرك بالأضرحة وكشف المستور من الممارسات والطقوس. كل ما عليك القيام به التقرب من أي ضريحة، ولك أن تلتقي بالكثير ممن يلتمسون بركات الولي الصالح. هذا ما قمنا به، تقربنا من خالتي نورة وطلبنا مرافقتها لضريح سيدي بالعيد. هي سيدة في عقدها السادس، تعودت زيارة الأضرحة منذ صغرها لالتماس البركة منها، لا إيمانا بها وإنما اتباع لمن سبق. وفي طريقنا للمكان تحدثت لنا عن قدرات الأولياء الصالحين وبعض القصص التي تثبت ذلك. كانوا كاينين الولياء الصالحين؟ كاين منهم بنتي الولياء الصالحين من بكري، كاين بنتي هادو ما بكري، بنتي من زمان نجو ليهم بنتي، يعني هما خدموا ربي ويعني والله تعالى هما ثاني كيخدموا الله، طلبوا الله والله عاونهم، ولا هما ثاني تحت الله ما بين يدين الله بنتي، والحمد لله الواحد وين تروحي بنتي كي يعني هكا يزوروهم الله تعالى يشفيهم، الله تعالى بنتي واش يتمنى ويعطي لهم، روحوا باش يطلبوا البركة. يطلبوا البركة بنتي تاعهم، يطلبوا البركة، واللي ناوي كاش حاجة ربي يشفيه، اللي ناوي الخير ربي يكون معاه. احنا هما الولية كيما قلتي راحوا يعني بقات الجسد تاعهم، ما كاش راهم كيما قلتي عند ربي، وحنا كنروحوا تما ما كان والو في الولية بالحق، ما كاش يعني الأثر تاعهم ولا هما ولا بقات الجسد كيما انا يعني روح تخلي بخيمار ولا نقولوا خلينا حجر. صافي واش هو الشيء اللي خلاك تأمني باللي كاينين ولي صالحين يبروا يجيبوا الذريه؟ بزاف ناس يروحوا سكورسيا وهم بدي الناس يجوا بدي غالبين ميتين يجروا فيهم يهيتوا بنتي، راه اللي دخلوا في الوليه تخافيهم كيما هكا واحد الولي ثاني يقولوا حنا مريغه يدو هيتوا يدخلوا في الماء تاعو ويخرجوا لاباس عليهم يمشوا بنتي. ضرب سيدي بالعيد تشوفي بعينك، تشوفي بعينك واش يديروا ثم بنتي، تشوفي الزيار، تشوفي يعني هكا اللي يصدقوا يعني بنتي اللي يزوروا اللي كاش حاجة ناويينها ربي كيما قلتي لك، كاينة ثم الحجرة تاعو يديروا من السحوبة يبراو يدوروا به سبع مرات شاعلين الشمع بنتي ويحن عليهم إن شاء الله والشمع ربي يقولوا يشعلهم أياماتهم. ويبدو أن خالتي نورة متمسكة جدا بالعادات حتى وإن كانت فيها نوع من الخرافة، لا لشيء سوى لأنها ترفض تغيير تلك المعتقدات التي تربت عليها، رغم أنها على يقين أن الاستجابة تكون من الله وحده لا شريك له. اللي كاينين فهنا في لاسوسيتي تاعنا في المجتمع تاعنا يروحوا بصح وما عندهم في اقتناء في ذاتهم، في ما امنوش باللي هو اللي عطالك. لا لا, لا لا الله تعالى هذاك ما كاش بنتي، هذاك بقات الجسد تاعو وراح لبلاصتو ما كاش بنتي، يعني احنا نطلبوا بالله تباركوا بالله والله يكون معنا. وصلنا للمكان
وادعيت أنني والمصور زوجين قادمين من كندا حتى لا يكشف أمرنا. وبفضل خالتي نورة استطعنا إدخال الكاميرا على أساس أننا نود أخذ ذكريات في المكان، وما تلك الذكريات التي جمعناها إلا بضع استهوت الكثيرين. أول ما يصادفك وأنت تلج الضريح نساء اتخذن منه مكانا للاسترزاق ولممارسة تجارة لا تعرف معنى الشرعية ولا السجل التجاري ولا الرقابة، كبيع المستلزمات التي تمارس بها تلك الطقوس كالحناء والشموع، حتى الألبسة معروضة للبيع. قلت لك عروستي وليدي حتى جرب قالوا لي يا اما لا تروحي معنا، وين وليدي قال لي يا اما بغيت نروح نزورو تحبسوا اليوم السبت جاي نديكم معنا. ها قلت لهم ها هي ونروحوا. قلت لك جابوا وحده جابتها يماها وبيبيها وكاع ودي شكل غويتات جابوا يطبعوا فيها من برا باش دخلوها باش دخلوا شتي بالذريعة بالذريعة كي دخلوها انا قدرت ربي سبحانه وتعالى دوشت دوشوا لها ولات ولات وحدها تمشي راحت وحدها راحت وحدها. انا مازال ما استعرفنا بالذريعة هذيك شتي ما استعرفتي هذيك ما استعرفيش بس كي تشوفي ديك اللقطة في بعينك ديك اللقطة بدي تستعرفي بدي كيف كيف جات على زي ولات على زي ها شوفي لو كان ماشي كاين منهم السادات كانوا يحكوا عليك بصح ما ديريش في بالك تقولي ما كاينش مالها سبحان الله سبحان الله عيني شابت عيني شافت لا عيني شافت عيني شافت جابوها غايزة حوايجها كاين غايزة حوايجها بنتي خاطري تقبل ما تاكل في العباد كاش بنتي جيب صح جيبوا المرضى هنا يجيبوا اي مرضى قلت لك بنتي اللي ما يقدروش كاع ما يقدروش هيتو هيتو يجيبوهم هيتو هنا ها الحنونه هيتو ويدخلوهم ويزو